أيام إحنا في مكة وأخذنا سائق تاكسي في السعودية في مكة، وإحنا راكبين لابسين الإحرامات تدري، وراجعين من الحرم الشريف وراجعين للفندق ولابسين الإحرامات، ما نبين شنو يا هوية يا قضية، كل إحنا لابسين الإحرامات في الطريق. هذا السائق قال أنتم منين؟ قلنا له من العراق. قال شيعة لو سنة؟ أنا قاعد قلت له مسلمين إحنا. قال لا، قلوا لي شيعة لو سنة؟ قلت له مسلمين. قال لا، الشيعة كفرة، مسلمين انتم سنه لو شيعه. قلنا له شيعه. وقف السياره، قال انزلوا، انا ما احمل نجاسه معي في السياره. وهذه الاذن، هذا الاذن، ونزلنا من السياره. انهضموا، احنا اربع نفرات انهضمنا، انقهرنا يعني، اذيه اذيه نفسيه. فقمنا نردد حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدنا رددناها اربع مرات خمسه، واذا يطبق علينا سايق تاكسي. اهلا بالحجاج، اهلا، تفضلوا. فلحوا، صعدنا. أول ما صعدنا هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، سيماهم في وجوههم، ومباشرة قال أشهد أن عليا ولي الله. اطانا هويت، قال أهلا، أهلا بالحجاج، أنا عرفتكم من شكولكم، من صوركم، من معانيكم، أهلا ومرحبا. طلع رجل منتمي لأهل البيت. هذا أنا قلت للإخوة اللي قلت لهم أن تنصروا الله، خلاص احنا قابلنا الموضوع بالصبر، هذاك تجاوز علينا، تجاوز على ديننا وعلى عقيدتنا. لكن تصور هذا اللون من التثقيف ونحن في موسم حج، ونحن في مناسك حج، واحنا في ملابس الحج، وهذه تدري مكة. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن دخله كان آمنا، شفت؟ لكن هذا المعنى تصوره ذاك اللي طلع للإمام زين العابدين ويسب ويشتم قبل 1400 سنة، وهذا قبل كم سنة نفس الحياة هذه اللي نعيشها أنا وياك. إذن أكو تضليل للناس، أكو تثقيف ضد للناس، أكو رغم أنه اليوم تغيرت المعادلة وأصبحت الناس تشوفنا شلون نصلي، وشلون نصلي جماعة، وش نسوي بصحن الحسين، وشلون نصلي بصحن أمير المؤمنين، وشلون نصلي بصحن الإمامين الجوادين. شافوا صلواتنا وشافوا كلماتنا شنقولها، وشافونا من في الجهر والإخفاء ماذا نقول.